تجربة تدريب منتخب السيدات، وهذه كانت مفاجأة العربي جمهور الأمازيغي جماهير تطمح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنحيي الفريق الوطني النسوي من هذا المنبر، والمهم هو المشاركه ماشي الهزيمه هي كل شيء. اول منتخب عربي كيوصل للثمن النهائي ديال كاس العالم، وحنا شفنا ولله الحمد هذه الطفره النوعيه الانتقاليه الكبيره اللي عرفتها كره القدم المغربيه، نهضه كبيره، وهذا بفضل صاحب الجلاله الله ينصره ويطول لنا في عمره اللي عدل من المنظومه الكرويه واستلقجا، وهذا الشيء عشناه في مونديال 2022 بقطر. وكنتمناو الفريق الوطني كل تألق، وان شاء الله باذن الله في المشوار الكروي. هو ما كانش عندنا واحد الدفاع، ما كان الهجوم شرس من طرف المنتخب الفرنسي، وهذا ما كيعنيش باننا احنا نهزمنا، احنا ربحنا قلوب العالم العربي وقلوب العالم والافريقي خاصه بهذا المشاركه. وما وقفناش هنايا، ما كنوقفوش هنايا، لاننا عندنا طموحات كبيره، وكنتمناو لهم فوز وتألق ان شاء الله باذن الله في مباريات قديمه، وهذا هذا غير بدايه المحفل الكروي العالمي، وهذه هي كره القدم، خصنا نرحبوا بها بصدر رحب، ومره كنطلعوا مره كنهبطوا ماشي مشكل، المهم هو المشاركه. هما كيلعبوا مزيان، ولكن الفريق الفرنسي كان شويه شرس، وكان ضغوطات على الفريق المغربي، ولعبوا لهم على النفسيه نتاعتهم وعلى الاعصاب، لان كل واحد شد عنصر من الفريق، وكان هناك هجوم مضاد شرس، لانهم كيلعبوا ضغط كبير، لانهم كيلعبوا على القميص الوطني. غنهضر اون جينيرال، بالنسبه للبنات داروا كاس عالم زوينه اون جينيرال. اليوم كانوا بزاف ناقصين صراحه، ما عرفت فيزيكمون ما كانوش وجدوا لهاد المباراه كما ينبغي، مي اون جينيرال صراحه هاد لا بروميير فوا باش هما يشاركوا في لا كوب دو موند، ودازوا من دور المجموعات، وداروا دي بون ماتش، خصوصا مع كولومبيا ومع كوريا الجنوبيه. شويه ديال الثقه بالنفس اظن واقيلا اليوم كانت ناقصاهم، وما بريباراوش فيزيكمون باش تكون واحد المباراه ند لفرنسا. وكنظن حتى المنتخب الفرنسي عنده لعبوا مزيان ووجدوا مزيان مع لونترينو هيفونورا، كنظن داروا وكنظن هما المرشحين باش يديو كاس العالم. وبرافو للبنات، وبالنسبه لنا اول مشاركه في كاس العالم، وهذه المشاركه ودوزوا للدور الثاني بداك الجرينتا اللي داروا وديك الريمونتادا اللي داروا، خصوصا انهم خسروا الماتش الاول كونتر الالمان، ودابا رجعوا ودازوا للدور الثاني. انا هنيئا لهم، وكان كنشجعهم مزيان، والله يوفقهم في المره الماجيه ان شاء الله. بالنسبه للمقابله اليوم، كنا كننتظروا المنتخب النسوي يقدم واحد المباراه تكون جيده بحال المباراه الفايته، ولكن للاسف خسرنا امام المنتخب الفرنسي 4-0. ولكن على العموم هنيئا لهم لانهم وصلوا لهذا الدور، وكاول منتخب عربي نسوي، وتبارك الله عليهم، وان شاء الله المزيد من التفوق في المباريات الجايه، وفي ان شاء الله في المونديالات الاخرين باذن الله.